المسرح المصري الفنانة الكبيرة المتألقة دائما سهير المرشدي. بقول لحضرتك منورة الدنيا كلها. ربنا يخليك. وحنون يا زاغت. هي دي احسن واحدة تزوغ. النهاردة واحنا بنستقبل 2018 بكل الامنيات الطيبة، تقولي ايه عن 2017 وتتمني ايه من 2018؟ هقول الحمد لله ان 17 مشيت بحلوها ومرها، ويا رب ادينا حلوها في 18 وزود شوية علشان المصريين يستحقوا كده والعرب كلهم يستحقوا كده والله. فيا رب يا رب ان شاء الله يروح الوحش ويروح الفرقة والروح الشريرة اللي كانت موجودة وما زالت من الأشرار، ويأتي كل الخير ب 18 و 8 و 1 9 9 يعني إن شاء الله تبقى فيها خير، فيها تفاؤل بإذن الله. على المستوى الفني السينما المصرية والدراما المصرية شفتيها إزاي في الفترة الأخيرة؟ لا لا لا، ده عايزة سهرة خاصة. أنا جاي دلوقتي للديفيلي بتاع هاني. إنما المستوى الفني لا، عايز كلام كتير الحقيقة، عايز كلام كتير. أكتر حاجة لفتت نظرك أو أكتر عمل نقدر نقول لفت نظرك في 2017؟ في 2017 لا، أنا كل اللي لفت نظري الإرهاب والكوارث اللي بتحصل، يعني الكوارث هي اللي الحقيقة بتثبت في ذهني. وطبعا مش ممكن آخر كارثة اللي هي بتاعت الجامع وبتاعت مسجد الروضة. مسجد الروضة، و يعني ضربة قاسية جدا وضربة شرسة بربرية مش ممكن، وحشية مش ممكن، لا يمكن يكون دول من العرب ولا من الإرهابيين اللي احنا بنقول عليهم، لا 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 لا, لا. ده جنس بيسأر لنفسه من التاريخ، من الكون، بيتحدى الخالق، أستغفر الله العظيم، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، شيء لا إنسانيا ولا عرقيا ولا إيه، ده في إيه؟ لا، ده شيء متوحش بربري. وطبعا إحنا عارفين لازم تكون يد قاسية قوي، والقاسيين إحنا عارفين. والفن ليه دور أكيد في مواجهة الإرهاب. دور لمواجهته طبعا، هو ما حدش يقدر يواجه الإرهاب بصورته العنيفة دي دلوقتي إلا الفن، إلا الثقافة، الفن المثقف، تنوير العقول. طبعا الفن اللي هو فكرة وقيم، غرس القيم، غرس الأفكار، التوحد، كلنا نبقى على قلب رجل واحد. يعني إحنا دلوقتي لازم الجيش ورجالاته بزعيمه برئيسنا بالشرطة بكل الأحزاب على مستوياتها وعلى اختلافها، كلنا لازم نبقى على قلب رجل واحد في مصر. أما في العرب بقى طبعا ناهيك عن ليبيا ولا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا القادم من لبنان، إيه ده، في إيه يا جماعة؟ لن تقوم لنا قائمة إلا لو كنا كلنا على قلب رجل واحد. فهو ده اللي أنا شغلني. ومع ذلك برضو عايز أقول إن المصري قادر إن هو يعيش وقادر إنه يحيا وقادر إنه يتابع الديفيلي وأجامل الناس أصدقائي. وحتى لو مش قادر أعمل الفن اللي أنا عايزاه، على الأقل أعمل الشكل الاجتماعي اللي يجب إن إحنا. فأنا دلوقتي على قلب رجل واحد برضو، فمعليش لأنه بينادون. كل سنة وانت وحضرتك طيب، ومصر بخير والأمة العربية كلها بخير.